طيب وموضوع تشغيل الاجانب؟ ده بقى موضوع كبير قوي، وكويس برضو ان حضرتك ايه فتحته معايا، عشان برضو اتغدر بيا فيه في موضوع تشغيل وفبركه بكلام. مشكلة من ضمن المشاتل. لا ما بحبش انا المشاتل، لا ما يعملوليش مشاتل وانا ما عنديش مشاتل انت ما عندكيش مشاكل خالص تمام خالص خالص. المهم يعني موضوع تشغيل الاجانب ده انا هدي لحضرتك عليه مثل بسيط. دلوقتي يا ابو خليل لو انت قاعد في بيتكم كده ساعة العصاري وفاتح الشباك وقاعد تتغدى خلاص، وقدامك كده الطبق وحته اللحمه ايه مزهزه، الفرخه كوكو الكوكو، الكوكو الفرخه بتقول عليها الكوكو، ده ايه الدلع ده كله؟ الكوكو قدامك الكوكو كده حته الكوكو قدام تمام يلا ولسه ماسكها وهتاكلها وراح جاي ايه الكوكو الكوكو وراح جاي ايه تك 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 مخبط عليك حد من الباب. مين بقى؟ كوكو؟ لا جالك ضيف. الضيف انت حضرتك هتاكل الكوكو ولا هتديها للضيف؟ ولا هتاكل الضيف طبعا، هاكل الكوكو. طيب اهو ده اللي انا عملته، اكلت الكوكو. انت اكلت الكوكو هتاكل الكوكو؟ ما انا متلخبطت معاك يا حاجه، ما انا مش فاهم، انت دلوقتي بتقولي انت بتاكل الكوكو وجه عليك ايه؟ لا كوكو الاصول ضيف، جه عليك ضيف. الاصول تدي الكوكو للضيف صح كده؟ طيب ده اللي انا عملته، مشيت على الاصول واكلتهم للضيف، يو قصدي اكلت الضيف الكوكو. غلطان انا؟ لا طيب مش فين غلطان. المشكله بقى؟ عند الكوكو، ما هي دي اللي اكيد عندها اللي عامله مشكله. يا انت يا حاجه يعني انا بحبهم، انا بحبهم ربنا دول ولادي. ربنا يعفى عنك وعنا جميعا. عايز اسمع او عايز اعرف بقى منك، سيبك بقى من المواضيع دي، خلينا نتكلم في مواضيع تانية دمها خفيف وتافهه. انا عارفك انت بتحب الكلام ده. انت هواياتك ايه بقى يا حاجه؟ الكوره. الكوره؟ امال ايه موضوع البلاي ستيشن ده؟ كد بيقولوا ان انت بتحبي البلاي ستيشن. لا كد مش ما مش كده، مش برضه مشكله من ضمن المشاكل. فبركه فبركه قاعد اصل في واحد قاعد لي، واحد قاعد لي، في واحد قاعد لي كده خد الكلام يقوله من عليا تمام، وهو مذيع مش مذيعه تمام. المهم يعني ده طلع لك في الفنجان ولا طلع لك فين ده؟ في كوتشينه بفتحها كده هو. طيب انا وتاني ايه بقى موضوع الكوره؟ انا بحب الكوره جدا، احنا عيلة كروية متعطشة للكرة. يعني الكرة دي عندنا حياتنا، حياتنا. يعني اهلاوية ولا زملكاوية بقى؟ الاتنين، اي كرة بحبها. بتحب اللعبة الحلوة؟ اي كرة احبها. تشجع اللعبة؟ اي حاجة مكورة احبها. تمام. بس المهم يعني احنا عيلة متعصبة جدا جدا، حتى انت عارف حذيفة ابن اختي يعني ده مشهور، الراجل ابو جلابية. هو الراجل ابو جلابية ده قريبكو؟ ايوه ده ابن اختي. ابن اختي؟ ده انا زعلانة زعل. شوف من ضمن المشاتل برضو يا استاذ ابو خليل به يا باشا يا كبير يا حامل حمى يا اللي الهي ربنا يكرمك وتبقى رئيس لبلد ملهاش رئيس. الله يخليك. يا اللي الهي ربنا يكبر بخاطرك. الله يخليك. المهم يعني حذيفه ده بقى بهدلوه وقعدوا كل بلوى في البلد يجيبوها ويقولوا لك ايه الراجل ابو جلابيه عمل، الراجل ابو جلابيه سوى. يرجي ربنا ده يا اخويا، يرجي ربنا. كل ده عشان بيحب الكره، دي رياضه. ايوه رياضه. ونزل يجري بالجلابيه يعني نازل يحمي الكوره. طيب امال ايه بقى؟ في برضو ناس بيقولوا، جالنا ايميلات كتيره قوي بيقولوا ان انت فلوسك يعني ما شاء الله، مش عايز منها من غير حسد، عماله تزيد كل شويه، وان في دفتر التوفير اللي في البوسطه. انت فاتحه دفتر توفير في البوسطه؟ طبعا. حاطه فلوسك فيه؟ حاطه كام بقى؟ 10. 10 ايه؟ 10 10 10 ايه؟ 10 10 كوكو؟ لا ولا 10 ايه؟ هو عندك 10 ايه؟ 10 ايه؟ 10 كتاكيت؟ ايوه 10 كتاكيت. 10 كتاكيت. 10 كتاكيت. تمام. هي الحاجة ريشة حاطة 10 كتاكيت في دفتر البوسطة، واحنا كلنا عرفنا دلوقتي وده سبق لينا. طب أنا عايز أسألك سؤال ما بيني وما بينك. اتفضل. موضوع الكتاكيت بتاع البوسطة ده. ها؟ مالهم؟ ايه بقى موضوع؟ أنا عايزك تحكي لي. احنا دلوقتي في الفاصل. حطاهم بقى ستي معوداني كده من وأنا صغيرة كل شهر. ستك أم أمك؟ نينا. أم أمك؟ تيتا. اللي ام ابوكي تيزا، ام ابو امك هي هي دي. كانت معوداني ايه كل ما اقبض منها الشهريه اروح رايحه احطها في الدفتر اللي هي فاتحه لي. دي ستك؟ ام ابو امك تيتا. تيتا نينا اللي هي تيزا. ماشي. هي معوداني بقى احطه واخد بقى ايه الفوايد كل شهر. الكتاكيت دي ايه؟ فلوس. كام؟ 10. 10 كام؟ 1000. 1000 ايه؟ كتكوت. اللي هو ايه بقى الكتكوت ده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. تلاف. تلاف ايه؟ تلاف. يا دي النيلة علينا وعلى سننا السود. الكتاكيت ال 10000 نيلة اللي انت حطاهم في البوسطة مالهم؟ اللي ستك ام امك بديهم لك. عايشة انا بقى بالفوائد بتاعتهم عشان انا ما بقبلش الفوائد. فوائدهم ايه؟ انت بقى عايشة ب 75 جنيه؟ حلوين رضا مالهم. طب انت معاكي تروحي؟
شوفي كده. نسيت الفلوس. نسيت البوك؟ نسيته. طب استني بقى نوصلك، ما تمشيش بس خلصي العاده البايخه بتاعت ستك. طيب. ابو امك دي اللي هي ايه؟ يوه. لا 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 ما يصحش كده. ما يصحش. توصلني لحد البيت؟ ما يصحش كده. ولا هتوديني لحد هايفا؟ ما يصحش كده يا حاجه. يوه ما يصحش يا حاجه، صدقيني ما يصحش الكلام ده. انت بس قلناش تحلفي يا حاجه بس. ما يصحش يا حاجه، ما يصحش، ما يصحش كده. ايه بقى الموضوع الخطير اللي احنا داخلين عليه بقى دلوقتي؟ موضوع الناس كلها اتكلمت عنه في الفترة الأخيرة يا حاجة، وعايزك تفتحي نفوق كده وتبعد عن المشاتل والكوكو والوش اللي في الليلة ده. موضوع الجمل. ايه بقى موضوع الجمل ده؟ ها؟ موضوع الجمل. ايه؟ الساعة عايزة ايه؟ لا بقى بقول لك ايه بقى، ما تزهيناش في عيشتنا. ده ايه النيلة دي؟ بقول لك ايه؟ ايه الموضوع ده؟ ايه الا الموضوع ده يا ست انت ما يصحش كده. ايه اللي انت بتعمليه ليه كده؟ ما يصحش من غير حاجه. انا مش محتاج كل الكلام دوت عشان تعمليه. ايه بقى انا ماليش علاقه باي جمال. ماليش علاقه باي جمال. اي جمال ماليش بيه علاقه. امال ايه اللي انت حطاه على الفستان ده ولا البتاع ده؟ ايه اللي انت لابساه ده يا حاج؟ ده ايه ده؟ ده طقم. انت جايه كده؟ انت نازله من بيتكم كده؟ تغيير. نزلتي كده؟ تغيير. كملي. اهي مشكله من ضمن المشاكل. لا ما عنديش مشاكل. تقولي لي ما بحب اللعبه الحلوه. بحب اهو. ودي فانله النادي الاهلي. كملي. بس حضرتك انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده وبلاش نفتحه احسن. ليه لا؟ ده احنا جايبين لك بقى مفاجاه معانا وعايزين نفاجئك بيها انت والجمهور. كوره؟ في الكوره. مش في الكوره لا. امال ايه؟ الموضوع الاهم. ايه؟ موضوع الجمل. احنا معانا ومعاكم النهارده الجمل. فاصل ونرجع مع الحاجه ريشه ومع الجمل. احنا في الفاصل دلوقتي. طيب على فكره الناس شافوكي وانت بتقطعي الورق وانت في الحلقه وبترمي على الارض الطلبات بتاعه التشغيل، فلمي الورق علشان انت كده انت مش ناقصه مشاتل. الناس هتعمل ايه؟ الناس اتصورت انت دلوقتي، ممكن الناس تاخد الحاجات دي وتنزلها على اليوتيوب. صوروني تاني؟ طب لا. بعدين في العاده البايخه دي. ابوس ايدك بلاش بس التصوير. يا حاجه ما ينفعش. يا حاجه ما ينفعش كده يا حاجه. يا حاجه عيب ما يصحش يا حاجه. ده على فكره ستك ام امك عودتك ولا ستك دي عودتك على عاده بايخه جدا. تيتا. ما علينا. قولي لي يا حاجه انت ساكنه فين بقى اساسا؟ ساكنه في نزله السمان. نزلت السمان كمان؟ ومالكيش دعوه بالجمال؟ ولا شفتها في حياتي اصلا. ولا شفتها في حياتك؟ الجمل ده شكله ايه؟ شكله ايه؟ ادينا جبنا لك الجمل اهو قدام منك اهو ومعترف مش كده؟ اهو ده جمل؟ جمل. ده انا فاكره دبه. دبه؟ كمان كنت هتنزله دبه؟ بص يا جمل انا عايزك تصحصح معايا كده في الاسئله ماشي؟ طيب ايه ده بيقول ايه ده؟ بيقول لك لا. لا ايه ده انت بتعرفي لغته؟ يعني بلقط كام كلمة كده. بتلقطي؟ طب فرصة بقى تترجمي لنا طالما بتلقطي كام كلمة. ماشي. دلوقتي أنا عايز أسألك سؤال، أنت تعرف الست دي؟ بيقول لك لأ. لأ؟ طب يعني الست دي يعني ولا عمرك شفتها؟ بيقول لك لأ. لأ؟ عمره ما شافني. يا ستي دي شكلها أيوة. لأ دي لأ بلغة الجمال. لأ بلغة الجمال؟ بلغة الجمال لأ كده أهو. يعمل كده؟ كده أهو. يعمل كده. طيب يعني مش أنت اللي حدفت الناس بالطوب؟ أهو. يقول لك أبداً ما بعرفش أشيل طوب. ما بيعرفش يشيل طوب؟ لأ. دي كده قال ما بيعرف. دي الدب. دبة إيه ده؟ جمل. ده جمل مش دبة. طيب انت بتتعاملي معاه يمكن لغه الدببه غير لغه الجمال. لا هما الاثنين زي بعض. انا واخده كورس. يعني انت دلوقتي لا تعرف الست دي ولا نزلت حدفت الناس بالطوب؟ ها اهو شكله بيقول ايوه. بيقول لك لا يا جدع انت خليك معايا ركز. ما حدفتش المتظاهرين بالطوب؟ اهو بيقول لك لا ابدا. لا ايوه. طب انا عايز اسالك سؤال اخير. يعني الست دي ما دفعتلكش ال 10,000 كتكوت اللي حيلتها علشان تنزل تزقل الناس بالطوب؟ قال ايه؟ ايوه.
يخرب بيتك فضحتنا. معلش يا ابو خليل. أو والنبي استر علينا. الحلقه متسجله. والنبي بلاش تعرض الحلقه دي. متسجله. اقعد الكاميرا. بعدين في العاده البايخه بتاعتك دي. بلاش الحلقه دي تتذاع. والنبي يا ست العاده بتاعت ستك دي بقى كفايه. بلاش الحلقه دي كفايه يا حاج. خلاص كرهت الكاميرات واليوتيوب. هو استاذ يوتيوب موجود هنا؟ يوتيوب ايه اللي موجود هنا؟ استاذ يوتيوب الاجنبي. الاجنبي؟ ايوه. اه موجود هنا فوق ومسجل لك كل حاجه عشان تبقي فاهم. دهن وشه ونزل. دهن وشه ده ايه؟ مش هما بيقول لك الاجانب بيجوا يدهنوا وشهم كده زينا ويمشوا في الشارع ما نعرفهمش. ده مين اللي بيقول الكلام الفارغ ده؟ الدبه. الدبه؟ اه. دبه ايه؟ دبه ده جمل. جمل ده جمل. ده دبه. دبه ايه؟ انت هتعرفين احنا جايبينه جمل. احنا جايبينه جمل. ايه الدبه؟ دبه ايه اللي انت ماسكه فيها؟ اهي زي دي دبه. دي ده جمل. ده اسمه دي دبة. جمل. انا بحب الدبه. خلاص يا حاجه ريش خلاص اسكتي. خلينا نقفل الحلقه. اهي دي الدبه بقى اللي قتلت صاحبها. فعلا هي دي الدبه اللي قتلت صاحبها. اعزائي المشاهدين في وطن هو نفسه ومجتمع هو ذاته كنتم مع حلقه الحاجه ريشه والدبه. الدبه واقول لها جابت تقولي لا دبه. مع صالون ابو خليل للحريه وزراعه الشعر والى اللقاء. والنبي مش هتزعل؟ هجيب لك الدبه. مش هجيب ايه؟ وبعدين بقى في العاده بقى البايخه بتاعتك دي. انت ساكن فين؟ في نزلة السمان؟ طب خدها بقى معاك بقى تروح الحاجة ريشة معاك. لا روحها معاك. بيقول لك ماشي. بيقول لك ماشي؟ طيب طالما فاهمة لغته. مع السلامة بقى. يلا خدي امسكي كده في ايدك. اوعى تتزحلقوا على مهلك. على مهلك. اوعى اوعى توديك على انك دبة. نخ نخ يا دبة. نخ يا دبة يا اللي فضحتني نخ. الدبة لزقت في الكرسي. بتقول لي هقوم اهو حاضر. قومي قومي. قومي يا ستي في يوم فضحتني على الهوا اليوتيوب. السلم نايلو نايلو والعتبة كساس واللي يكون بلده أهله يستاهل حرق الجاز.